سعد المجرد، ليش اختار دويتو مع اليسا وكيف كان العمل؟ العمل صراحة كان فكرة ملكة الإحساس اليسا، وكان اختيار موفق جدا. فبلس كان في كيمستري كبير، في تفاهم كثير من اول دقيقة. اي واز جود، اي واز جود. الدويتو جديد على اليسا، الدويتو جديد على اليسا مع سعد المجرد، ليش اخترتي سعد المجرد بالتحديد؟ لانه سمعته كيف بيغني، مش عم بحكي الاغاني تبعه، يعني قعدت معه وسمعته كيف بيغني، لقيت انه حدا عنده احساس كثير وحرام انه ما يبرز من اول دقيقة. اي واز جود، اي واز جود. انتي بغيه.